Peggio ero da. نقول بسم الله. والله بسم شوف الله. انا عجبتني البدلة دي، لا مش دي، هذه. نفتح بأول 10 لحظك يا احمد. روح روح لا والله شكل حظي مرة مولع اليوم. ثاني حظ باسم كوين. حلو 10، ما تقبل كروت كثير، ما تفتح اكثر. بنسوي واحدة، نسوي هذا بحظي، سكيب على طول، بحظ أحمد. لا، تقول ما هي كنكس كلها كروت ما شاء الله كلهم. تغيرت أخيرا، بحظ كويت. يلا حقة حلوة، ما في معلق، معلق على الكروت بس. طيب يلا حلو الكروت، بحظي انا. مش عارف هذا كان بحظي صح؟ هذا بحظ أحمد. كانت ما ظهرتش البدلة من اول الشنطة. شوف الشنطة جاية ذاك. حظي حظي اقول لك حظي. بحظك وين؟ ايه بالوقت. طلع هذا حق الراس. حظي انا. حلو حلو حلو. ايش ده؟ ايش قلش الصوت كذا؟ حظ مين ده؟ حظ طيب فتح حظ اي واحد ثاني. والله ما يفتح. الله بحظك وين؟ نسوي سكيب ولا ما نسوي؟ ما يجي حظ لما اسوي سكيب.
مين حظي؟ هذه حظك يلا. الله والنبي. افتح زين حظي وشوف. اتصل شركة ببجي. هيا شركة ايش في فستان؟ بيضا مرة والله خليهم يشيلوا الصوت. الصوت هاي اختفي حق العقلة. الله والنبي أبا عليكم ولا شيء ولا راضي يقبلي شيء. عندنا 300 وهنا بيعطونا 160. كم بيصيروا؟ هذا 600. سمحتوا يلا والله حرام عليك. ولا شيء ولا شيء كذا. آخر فتحة. حل. آخرها طاوة. والله يا حسن بلعوك بلعوك. ولا شيء. يلا نكمل الان نبدا من جديد بحظ احمد. يلا طيب الفلوس محسوبه بالضبط. اسمع يا احمد ترى ديسكورد خربان موقف. انت تشوف البث ولا لا؟ اي خلاص يلا يلا ايوه ذحين شوفوا ذحين شوفوا هذا بحظك وين يلا.
لك عاش الخوذة وصلت. الخوذة والشنطة والطاو وحق الراس والبدلة مش رابعين. أهم شيء البدلة. الناس طلعوها والله بأربعة ألف بحبة كوين. أنا عندي حساب في بدي أحسن صاحب. إن شاء الله. فاضل لنا 11 حبة يا عيال الزراب. تستير بستمية صح؟ ها؟ الاستيرة بستمية. أيوة والله حرام. باقي 11 قطعة يعني هذه فتحتين بقي لنا. ايه يلا اول سكيب بسرعة. ثاني سكيب. ثالث سكيب. مصممين رابع سكيب. مصممين عيال الزربة. احسنت رجعت والله. استرداد نجيبك يعني نجيبك. هذي احلى حباب بي. ايوة احلى شيء. It's black and white.